أهلا بكم متابعينا في كل مكان. تنسيق الجامعات الأهلية 2023 الذي يبحث عنه العديد من الطلاب في مصر من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عنه بعد عدة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي ظهرت ظهر أمس الاثنين، وتبدأ بعدها وزارة التعليم العالي في تحديد تنسيق المرحلة لبدء التقدم للجامعات، كما تتولى تحديد تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام. ينتظر الطلاب المقبلون على المرحلة الجامعية تنسيق الجامعات الأهلية، ومن المتوقع أن يكون قريبا من تنسيق الجامعات الأهلية 2022 أي العام السابق، نظرا لتقارب مجموع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة من العام الماضي مع فارق نسب نجاح بسيط. وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2022 كالتالي: كليات الطب 82%، طب الأسنان 80%، العلاج الطبيعي 78%، الصيدلة 74%، الطب البيطري 70%، الهندسة 68%، علوم الحاسب 62%. أما عن تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام 2023، أعلن الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية طرق التقدم والالتحاق بالجامعة بمختلف البرامج والتخصصات وغيرها من الجامعات الأهلية الجديدة: العلمين، الجلالة، الملك سلمان، المنصورة الجديدة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات قبل فترة قريبة. وأوضح الشناوي أن أولى اشتراطات التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة هو تحقيق الحد الأدنى للتقدم المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وبعد ذلك يقوم الطالب بالدخول لموقع لكل جامعة للتقدم من خلاله واستكمال الإجراءات المتبعة في ذلك. من جانبه أوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 و2024 الجديدة كالآتي: تنسيق كليات الطب البشري 90%، تنسيق كليات طب الأسنان 85%، تنسيق كليات العلاج الطبيعي 80%، تنسيق كليات الصيدلة 75%، تنسيق كليات الهندسة 70%، كليات علوم الحاسب 65%، كليات الطب البيطري 58%، التكنولوجيا الحيوية 58%، كليات العلوم الأساسية 58%، والفنون التطبيقية 58%، وكليات الأعلام 58%، واللغات والترجمة 58%، والاقتصاد والإدارة 58%، وكليات التربية 58%. إذن إلى هنا نكون قد استعرضنا كل التفاصيل الخاصة بتنسيق الكليات الأهلية، وبكل تأكيد كل التوفيق والسداد لكل طلاب الثانوية العامة، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء. Thank you.